This has never happened to me on live TV before. I was there talking about the topic. وبالعودة إلى ملف وموضوع شركة أبل التي أعلنت عن خصائص جديدة، دعونا نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا. ينضم إلينا الآن من دبي الخبير في مواقع التواصل وأمن المعلومات أيمن عيتاني. سيد أيمن، أهلا بك معنا. ماذا وراء استراتيجية أبل اليوم؟ هل فعلا نسبة مبيعات أبل نحو الانخفاض الآن؟ هلا أبل عم تقدر تميز حالها عن غير مؤسسات وتركز على خصوصية، لأنه مردود المالي الأساسي منه جاي من بيع معلومات أو استخدام معلومات الناس اللي عم تستعمل أجهزة الآيفون. مردود المالي عم بيكون من أجهزة الآيفون اللي تعتبر مكلفة أكثر من غير هواتف، وفي عدد هائل من الناس اللي عم يشتري، وكمان عندهم خدمات تانية مثل الفيديو والآي كلاود وغير خدمات يلي هي عم يكون عندها مردود مالي منها، وكمان ناس عم تشتري من تطبيقات موجودة عليها. فهني بهذا الموقف أبل عم بيميزوا حاله عن غير مؤسسات، عم بيركزوا على موضوع الخصوصية، وفي تقدم كتير كبير بآخر 6 شهور، وهلأ يلي أعلنوه هني من كم ساعة حكوا فيه إنه عندهم تركيز لقدام، هيدا هاجس أساسي لأنه لا يكون في خصوصية كتير أكبر للمستخدم، والناس عم تكون مرتاحة مع أبل، تعتبر إنه أنا بعرف بالإنترنت. حتى الناس ما تفهم كتير، بتقولك أنا بعرف في مشكلة خصوصية بالإنترنت والإعلام الاجتماعي، بس بطمن بالي إذا أنا مستعمل جهاز آيفون إنه أبل عم تقدر تهتم بهذا الموضوع قدر المستطاع. طيب لربما نحن نتحدث على صعيد بعض الأفراد عندما نتحدث عن موضوع الخصوصية، يعني سيد أيمن. And they said we're going to interrupt you. There's a breaking news ticker in yellow, and there's a new topic about an outage of news corporations. Global news corporations are no longer available, and they wanted my commentary on what's going on. ولكن دعني أتطرق معك أيضا إلى الأخبار العاجلة الآن، ربما يستطيع مشاهدون الآن متابعتها في الشريط الأصفر أسفل الشاشة. ونتحدث هنا عن توقف خدمات مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية. نتحدث عن مؤسسات إعلامية كبرى في بريطانيا، في فرنسا، في الولايات المتحدة. لماذا يتم استهداف مواقع كهذه الآن سيد أيمن؟ And I was clear that, look, I'm with you live on air and this just happened, so I don't have any insight to this. But I went into what are 2 or 3 potential scenarios that are technology driven, or if it's an intentional issue, like a cyber attack or so. هلا هم المواقع هيدي لما بتكون منا متاحه، يعني هلا هذا الخبر هلا عاجل عم شوفه انا وياك هلا، يعني بعدي ما عندي معلومات كافيه عنه، بس عاده هيدي المواقع لما ما تكون متاحه بقى عم يكون في تركيز عليها لما تكون متاحه. وكيف يكون في تركيز عليها؟ مثلا داريا بيكون في هي فيها تحمل عدد زوار معين، بيبعثوا لها عدد زوار منهم حقيقيه، يعني كماكينه عم تقدر توصل على المواقع لحتى يكون في عجقه كافيه عليها انه ما تكون موجوده. ومع انه هذه المواقع بتكون مجهزه لتكون متاحه من كذا بلد عالمي وفيها تحمل خبر عاجل، يكون في عدد كبير من الناس اللي جاي عليها، فلا توقف بيكون في اهتمام اكثر لانه تتعطل، وفي بيكون يعني ناس عم تشتغل لحتى يكون في هيدي منا متاحه. طب خلينا اوضح اكثر، المواقع الاخباريه التي تعطلت خدماتها تشمل سي ان ان الامريكيه، الجارديان البريطانيه، ولوموند الفرنسيه. ربما نحن في انتظار يعني معلومات اكثر سترد لحظه بلحظه ايمن، ولكن عندما نتحدث عن مواقع الكترونيه لوسائل اعلام عالميه كهذه، ما الفكره هنا؟ من قد يكون وراء يعني هجمات كهذه؟ هلا في جهات كثير بيكون بهمها هذا الموضوع، يعني مثلا اذا في جهه في خبر في اخبار معينه نازله او اتجاه معين نازل عليه هن منهم موافقين عليه، في لهم مصلحه. اذا كان شق تقني اوقات قليله دغري بيكون في شق تقني، يعني مثلا شفناها مره بيكون في لانه في مؤسسات كبيره بتستعمل مؤسسات مثل امازون ومايكروسوفت وغيرها، في اتكال كثير كبير عليهم. اذا صار في شيء تقني بالغلط صار اوقات في مواقع كثير بتتأثر فيها، من ضمنها مواقع إخبارية وفيسبوك وغيرها وهيك، يعني إذا كان هو موضوع تقني منه مستهدف عليه. صح، ولكن مواقع إلكترونية في أكثر من بلد أيمن، هل نتحدث هنا عن يعني هجمة مرتبة تم التخطيط لها بدقة؟ هلا بعد يعني خبر هلا اجى رمي ما كثير فهمت فيه بعد، بس لا يوقفوا 5 6 مواقع اخباريه بلحظه واحده،
يعني الا ما يكون في شيء من وراء هذا الموضوع يعني. بس بدنا نشوف اكثر ليش هيدي المواقع وليش هلا بالضبط هيدي لازم ينشاف فيها. And it was not straightforward because I was being asked questions on what might it be, and I relied on different experiences that I've had in the past that might contribute to this. They moved the camera to a journalist to give more information about this. ينضم إلينا الآن أيضا مراسلنا أشرف سعد من لندن. أشرف, هل من تفاصيل ما الذي يحدث؟ بالفعل هناك انقطاع كبير لمعظم المواقع على شبكة الإنترنت حاليا. يعني إذا كانت بعض الصحف قد بدأت. I took advantage of this time I wasn't on air. I looked through my phone. I got more information and I found out it's on the technology issue and what the issue is. And the producers of the show, they came in saying, look, do you have more to give on this? They said, we're sorry to put you on the spot, but it was breaking news. Do you have more input on this? And I gave them the angle. They said, great, come back in. I came back in to the live. I gave some more information on this, and I was able to navigate. No matter how much we plan or try or think that we are able to plan, we cannot. But if we trust our experience and our process of preparation on many different things, I think that is something we can fall back on in scenarios that are unfamiliar, like the one I had this morning.